الكشف التنافسي 2013 اسمه الكشف التنافسي التدريبي، يعني بمعنى آخر أن هذا الكشف لم يصبح كشفا قطعيا بعد، يصبح كشف قطعي لغايات التعيين بعد اعتماده وأخذ الملاحظات وتصحيحها بعد 7/7/2013. وبالتالي الكشف المعتمد لغاية الآن هو كشف 2012. ما بيصير الناس يعيبوا على كشف 2012 والموجودين فيه كلهم رقم 1 و2 و3 و4. يعني إذا التعليمات الجديدة خدمت أصحاب الكشف 2013 وأصبحوا في الكشف التجريبي متقدمين في أدوارهم، سيصبح هذا الدور قطعي بعد أخذ الملاحظات. تعلم أخير أنه إحنا قمنا بتوزيع مندوبين ديوان الخدمة المدنية على جميع مراكز الأدوية والمحافظات من 2/6 إلى 20/6. لذلك الملاحظات اللي أخذناها من الناس أدخلناها وقاعدين ندخلهم على الكشف التنافسي تمهيدا لأن يصبح هذا كشف نهائي وقطعي. فبعد أن يصبح قطعي سيعتمد هذا الكشف التعيين. أما الآن قبل 7/7 فالكشف الذي يعين عليه هو كشف 2012. سيدي جدول التشكيلات الأسبوع الماضي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيدا لصدور الإرادة الملكية الثانية ونشره بالجريدة الرسمية. هذا الجدول الذي احتوى على 6000 وظيفة لوزارة التربية والتعليم و 4400 وظيفة لوزارة الصحة وحوالي 3000 شاغر بباقي دوائر الدولة المختلفة. الآن حقيقة حرصا على مصلحة وزارة التربية والتعليم تكرم مجلس الوزراء مشكورا بإعطاء استثناء لهذه الوزارة بتعبئة شواغرها مبكرا حتى تقوم بتهيئة هؤلاء المعينين وتوزيعهم على المدارس قبل بدء العام الدراسي وإدخالهم في الدورات التربوية اللي تقوم فيها عادة وزارة التربية والتعليم. وقد قام ديوان الخدمة المدنية قبل 2 أو 3 أيام بترشيح 2500 حالة، واليوم أو بكرة سينزل كذلك حوالي 1600-1700 حالة. وهذا كل حسب الدور لا يمكن أن يتجاوز يظن كثير من الناس كما شوف الأسماء يجي فارع دانا على الديوان. أنا والله كما الدور صاحب الحق إذا لك حق نعطيك إياه، مالك حق لا يمكن يتقدم دورك أو يتأخر إلا بذن يمليه الحق والضمير على هذا الدور وهذا المرشح. كما تعلم أن دور الديوان دور تنظيمي، يعني ما يطلب منه من الوزارات يتم تزويد هذه الوزارات بالتخصصات. الآن إذا وصلنا أن وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى هذا التخصص فهذا التخصص مفتوح أمام كل الوزارات، من يطلب يرسل دوره فورا. لكن لا نستطيع أن نرسل أحد إلى أي وزارة إذا لم يكن هنالك شاغر وهنالك حاجة لتخصصه بما على طلب الوزارة أو الدائرة المعنية. لا هو الصحيح اللي المعلومة اللي أعطاها هذا الأخ غير دقيقة ومش صحيحة أبدا. هو كل سنة قبل أن يتجد التشكيل السنة الماضية عبئت شواغر التربية والتعليم بشهر 2 و3، بينما التشكيلات صدرت بينما التشكيلات صدرت بشهر 11 حرصا على أبناء الطلبة وعلى مصلحة وزارة التربية والتعليم لتأهيل المدرس وتوزيعهم على المدارس وعقد الدورات التربوية لهم. كل مجلس الوزراء باستثناء مش لشخص مش قضية لوقتات مشان 2 3 4 هؤلاء كملوا مع 4000 متوظف كملوا مش بشهر واحد. يقول مجلس الوزراء مشكورا بإعطاء استثناء لوزارة التربية وأحيانا لوزارة الصحة حتى يتم تعبئة هذه الشواغر والاستفادة من الوقت قبل بدء العام الدراسي حتى يوزع المدارس ويؤاخذوا تمهيدا لالتحاقهم بمدارسهم. وكذلك الصحة يعني في مستشفيات جديدة في توسعات، وأحيانا يقوم مجلس الوزراء كذلك بإعطاء استثناء حتى تشغل هذه المستشفيات وهذه التوسعات بالكوادر الطبية والخدمات المساندة حسب الأصول. مثل ما قلت لك أول شيء المواطنين يظنوا أنه إذا قالت مديرية التربية والتعليم عندي شاغر عندها شاغر، أو إذا قالت المدرسة حاجة إلى مدرسين 2 كأنه في شواغر. هي الشواغر الموجودة في الوطارة
الشواغر الموجودة في وزارة التربية والتعليم ماذا تحتاج هذه الوزارة حسب الشواغر اللي عندها؟ يعني أحيانا لما تحسي وزارة التربية والتعليم حادث في المدارس في كل أنحاء المملكة بجوز يطلع 13-14 ألف، لكن الشواغر اللي على جدول التشكيلات 3-4 آلاف شاغر، فتضطر أن تعين 3-4 آلاف شاغر والباقي تعينه على التعليم الإضافي. هذه الأخت اللي تتحدث الإدارة العامة كما جاء أنا من وزارة التربية والتعليم رشحونا إدارة عامة على لواء دير علة أكيد راح ترشحينا من التربية وليس من واقعة الأخت. هذه مخاطبات رسمية بين الوزارة وبين دير الخدمة المدنية.